فهنا هو اللي احنا بنتكلم على امكانيات بشر، بنتكلم مع اله. اله بشر برضه، ما هو اله انسان يعني. ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف، سنخطف ايوه جميعا حلو معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. ايه وهكذا. ايه يا زكريا بطرس، ايه 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 اللي بيقول الرب بتاعك؟ ايه سنخطف جدع يعني احنا جميعا سنخطف لملاقاة الرب فين؟ في الهواء. هنطلع انتوا تطلعوا تقابلوا الرب بتاعكم في الهواء، ستخطفوا الرب بتاعكم، الرب هيخطفهم. من صفات الاله بتاع زكريا بطرس انه خطاف، والله العظيم ما كلامي، هو هيعترف ان الرب بتاعهم خطاف، بيخطف ويجري، بس فين؟ في الهواء. خلاص واتدلع ويجري، وتعالى على هيجري. سنكون كل حين مع الرب في السحب لملاقاة الرب في الهواء. في الهواء فوق. وهكذا. انت شفت عندي انا لما اقول لك كده اركب الهواء، اركب الهواء، ده اصلا عقيدة زكريا. هو اصلا زكريا لما حد يجي يقول لك يعمل لك كده في جنبك ولا حاجه، يقول لك اركب الهواء، دي اساسا عقيده مؤصله عن زكريا بطرس. ان شاء الله بس استنى بس لما تروح كده عند زكريا، وزكريا يركبك الهواء. معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده عزوا بعضكم بعضا لحد ما تطلعوا الهواء. هذا الكلام. ايوه انتوا اقعدوا اقعدوا عزوا في بعض لحد ما تطلعوا بقى، تشوف مين اللي هيركب في الاول وبعد كده تطلعوا له. لو كانت هذه العقيده في الاسلام ماذا كان سيقول زكريا بطرس؟ لا 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 لا، تعال استنى سوا. زكريا بطرس كم مره هو والمنصرين الفشله يهاجموا الاسلام ويتريقوا على الرسول بمحادثه البراق، فاكرين حادثه البراق؟ كم مره يتريقوا على الاسلام وعلى المسلمين وعلى الرسول بحادثه البراق؟ ايه ده بقى؟ ان شاء الله يا زكريا بطرس تطلعوا تقابلوا الرب فوق على الهوا، على الهوا، والهوا هوايا، والكوبايه تقع فتقول لي هات حق الكوبايه. هي دي العقيده بتاعتك يا زكريا بطرس؟ لو كان هذا الكلام عندنا في الاسلام ماذا كنتم تقولون؟ رب مين يا هلا اللي تركبوا في الهوا يا هلا؟ رب مين يا هلا اللي برافو عليك يا حسن، برافو. يكون شدين بوقع عن علاء الدين والسجادة، هلا ده هلا ده، تكون شدين علاء الدين والسجادة السحرية هلا تطلع تقابل الرب فوق بالسجادة هلا. لو كان هذا الكلام في القرآن كان إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي حصل؟ الكلام يا جماعة؟ آه واضح. كم اشرح بقى، اشرح بقى. عزوا بعضكم بعضا. هنعزوا هذا الكلام. هنعزوا، عزوا بعض يا جماعة. حلو الكلام يا جماعة؟ اشرح. ده اللي أنا بنص رسول عن مجيء المسيح، واللي ماتوا في المسيح هيجوا، وإحنا هنقوم ونختطف لا نطلع. استنى استنى بس استنى استنى. اللي ماتوا في المسيح هيجوا، تعرف حته بموت فيك طلعت بموت فيك، عقيده عقيده زكريا بطرس. زكريا بطرس في ناس بيموتوا في ربه، بيموت ايه ده؟ ايه يا ده؟ بص بص ركز في الكلمه، بيعيب على كلمه النكاح اللي لها معناها في اللغه ومعناها في الفقه، اي عقد الزواج، بينما لا يعيب ان في ناس بيموتوا في الرب بتاعه والرب بتاعه بيتجوزهم. اليست بيموتوا في كلمه جنسيه وابيحه؟ قابل يا زيكو، قابل قابل وقعد، قابل وقعد. انتوا مش بس انتوا كده طلعتوا بتتجوزوا الرب، وبياخدكم الرب، وبيعمل لكم، بيمسك لكم الرب فوق وبيطلعكم على السرير الاخضر، وبيموت بتموتوا فيه. مش ده شغل جنسي ده ولا ايه؟ متعلمين بتوع المجانس، ايه رايكم يا جماعه في الردود؟ لا سؤال، معلش سؤال سؤال، انتوا ايه رايكم في الردود بس بقلب الحج عليهم من كتابهم ومن لسانهم ومن فكرهم هم؟ مش شغل جنسي بتاع انكم تموتوا في الرب ويتجوزكم الرب وتبقى عروسة الرب ووسط مرات الرب وصدر مرات الرب، ايه رايكم؟ دي مش بس ردود كتابيه
ولا ردود علمية، لا 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 لا، ده ردود فكرية بقلب اللسان والفكر والبيان، بس من عقيدته هو. شغل شغل ده، شغل عقلك ده، تعرف تظبط اللي قدامك تظبيط حلو قوي. لسه ده في الفيديو ده كوارث. هات اللي بعد. عشان كده عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هنعزي. حاضر. حلو الكلام يا جماعه. حلو حلو قوي كمان. والله انا بنص رسول عن مجيء المسيح، واللي ماتوا في المسيح هيجوا، واحنا هنقوم ونختطف. ايوه ونطلع وياهم. عارف بص بقول لك ايه؟ رسول عن مجيء المسيح، واللي ماتوا في المسيح هيجوا. ايوه واحنا هنقوم ونختطف. احنا هنختطف. مين اللي هيخطفهم؟ الرب. الرب بتاعهم هيقوم خطف كله، كله هيتخطف. يلا كل واحد يخلي باله من اللي غليقه. واللي انا بنص رسول عن مجيء المسيح، واللي ماتوا في المسيح هيجوا. ايوه واحنا هنقوم ونختطف ونطلع وياهم. نطلع ونتقابل مع المسيح. نبقى قابلني بقى هناك. طب انا ليا شويه تعليقات على الموضوع. لا لا حقك حق. طبعا طبعا. اتفضل اتفضل. ايوه اتفضل. انا رسالة تسالونيك دي رسالة تعليمية زي أنا ما قلت. حاضر. يعني مش استنى. وليست نبوية زي سفر الرؤيا. يعني مش ما ما مش رمزي بقى وفهمي وجرجس ونظم والكلام ده كله. لا حاضر يا فندم. رسالة تسالونيك دي رسالة تعليمية زي أنا ما قلت. وليست نبوية زي سفر الرؤيا. ماشي. مش عايز أرمز. تلخص كلامها بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى الرمزي. يبقى بمعنى الرمزي. مش عارف هو بيعمل كده ليه، بس انا هجيب لكم عشان اكد لكم بس ايه الموضوع. هو مش عارف بيكز على اسنانه ليه. اسمعوا كده. نبوية زي سفر الرؤيا. مش عايز ارموز. تلخص كلامها بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى الرمزي. كما هو بيعمل كده ليه؟ زي سفر الرؤيا. مش عايز ارموز. تلخص كلامها بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى الرمزي. يبقى اتفقنا مع بعض ان هذا الكلام بالمعنى الحرفي، يعني بالحرف. اذا لما هيخطفوا يبقى ايه؟ يبقى هيخطفوا. يبقى الرب عندهم خطاف بالحرف. ما تقوليش رمزيا يرمز الى مش. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تقول لي ان النص ان الرب بتاعهم خطاف يرمز الى مش عارف. لا 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 لا. خطاف يبقى خطاف، بيخطف على طول. اللي بعد. كما في سفر الرؤيا ده كلام تعليم يؤخذ بالمعنى الحرفي. حلو. فممكن الرئيس قدامه موتوسيكلات والبيت. فممكن الرئيس قدامه موتوسيكلات والبيت. يا زكريا انت اتهبلت ولا ايه؟ يا زكريا بطء. ايه اللي دخل؟ ايه اللي دخل ده في ده؟ انت هبل انت هبل. ايه ممكن الرئيس قدامه موتوسيكلات بيب 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 ايه بس؟ رمزي ونظري. ممكن الرئيس قدامه موتوسيكلات بيب بيب. ممكن الرئيس قدامه موتوسيكلات بيب بيب. ممكن الرئيس قدامه موتوسيكلات بيب 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 بيب. تهبل يا زكريا انت هبل. قول لي بس انت هبل؟ انت هبل ولا بتستهبل؟ وملك المسيح. ايوه ما قدامكش موتوسيكلات. ملك الملوك. يا سلام. سيد الاسياد. الخروف الخروف بتاعه. الخروف يا زكريا. زكريا بطرس. الخروف الخروف رب الارباب وسيد الاسياد والمش عارف ايه اللي انت عمال بتقوله ده كله. ايه ايه؟ طبعا هذا الكلام ليس عن نبي الله عيسى. نحن لا نؤمن بان هذا نبي الله عيسى انه خروف او هذا الكلام كله. لا الكلام هذا الكلام هراء. ان الرب ان المسيح هو خروف او الكلام ده لا 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 نقبله اصلا. مين هو اللي انت عمال بتتكلم عنه ده؟ ربكم يا زكريا بطرس. الرب بتاعكم زكريا بطرس. الخروف الخروف. سفر رؤيا يوحنا اللاهوت 17 14 هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لانه رب الارباب وملك الملوك. مين هو عندكم الخروف بقى؟ بيب بيب. فممكن الرئيس قدامه موتوسيكلات بيب بيب. وممكن المسيح. ايوه رئيس الرؤساء. ملك الملوك.
سيد الأسياد رب الأرباب. مين هو بقى بحسب النص، حسب رؤيا يوحنا؟ الخروف. الخروف ده يا زكريا، انت عمال بتتكلم عن الخروف يا زكريا بطرس. عار 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 عليكم يا زيكو عار.